كاين نوعين من المنشآت الرياضية، كاين الجدد وكاين اللي القدام واللي راهم في ترميم. إذن بالنسبة للجدد قلنا وكررنا باللي الأشغال تقدمت بكثير منذ زيارة السيد الوزير الأول، تعليمات صارمة تاع السيد الوزير الأول حقيقة بدلت المعطيات، والمتابعة بالقرب تاع السيد الوالي ولاية وهران، ومن ذاك التاريخ إلى يومنا هذا وهو دائما في الميدان ويتابع الأشغال وبتقارير مستمرة والتدخل المباشر اللي خلاو الصينيين يبدلوا طريقة العمل، ومع التدخل حوالي 30 مؤسسات خاصة. رايح يكون تغيير في الهيكلة تاع لجنة التنظيم باش اللجنة تجاوب أكثر على كل متطلبات التحضير. ولما نقول على متطلبات التحضير لازم كل واحد يفكر على كيفاش رايح يكونوا هذه المتطلبات تدريجيا لما نقربوا من الحدث. رانا استقبلنا 60 من ضيوف بالتعب كبير، رايحين نستقبلوا 5000. وانا خبرتي في هذا الميدان كرياضي سابق كمسير سابق، اني نعرف باللي لما ندخلوا في المنافسة غير مشاكل في كل جهة، وحنا كرياضيين او مسيرين حنا يعني نجيبوا المشاكل للمنظمين، وكل شيء يبان من بعد في اللحظة الأخيرة، ولازم نستجيب على حلول على المشاكل هذه بحلول كل مرة لما يطرح مشكل، تكون حاجة يعني تطلب حقيقة تنظيم أكثر من محكم. وهنا تدخل نقطة هامة اللي هي دور المتطوعين. بعد تصريح رئيس لجنة التنسيق اللي هو الفرنسي برنار أم سلام، اللي أعطى رأي الجميع الحاضرين وقال باللي رانا مرتاحين على الشيء اللي شفناه وسمعناه، والألعاب 2022 ستكون في مدينة وهران بين 25 جوان إلى 5 جوليا 2022. كان اجتماع يترأسه سيد الوزير الأول، أول اجتماع تاع لجنة المتابعة منذ إنشاء لجنة التنظيم في 2017. هذا الاجتماع جاي بعد توصيات سيد رئيس الجمهورية في مجلس وزراء، وانتم لاحظتوا باللي في عدة اجتماعات مجلس الوزراء اندرج نقطة تحضير ألعاب البحر المتوسط، و
تعليمات دقيقة تدل على الاهتمام الكبير تاع السيد رئيس الجمهورية وكل أعلى السلطات في البلاد. تبعت الملف هذا وقدمته إلى السيد الوزير الأول للدراسة من طرف مختصين في قطاعات أخرى. وأنا قلت باللي للأسف اللجنة اللي المفروض تكون في لجنة التنظيم ما كانتش موجودة، لكن بعد التوصيات وبعد الآراء فتحت مجال إلى يوم 16 جانفي لبعض المؤسسات جاو قدموا الطلب باش يساهموا بمشروع. في الجزائر في اجتماع مع وزير الاتصال وكل مؤسسات القطاع. اليوم أنا في وهران، يعني جيت على جالكم، وأهمية الموضوع والعلاقة بين لجنة التنظيم والصحافة، صحافة كعنصر أساسي في نجاح مثل هذه الدورات الرياضية في هذا المستوى. رانا في أقل من 6 شهور، ونظن بلي تقدروا يوميا، وانا اتمنى بلي يوميا كل واحد منكم كل واحدة منكم تدخل في السيت ويب الجديد نتاع تاع لجنة التنظيم. اذا عندنا الان سيت ويب هذا في 3 لغات، وماذا بيا تدخلوا بقوة في هذا السيت ويب على الاقل للمساهمة، والمساهمة تقدر تكون كذلك اكبر خاصة من عند الصحفيين.